زار رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة التي مولها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقدم العليمي شكره لقيادة المملكة على تشييد هذا المشروع الحيوي في المهرة ودور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنفيذه. نهنئ محافظة المهرة على هذا الصرح الطبي والعلمي الكبير الذي يتم إنشاؤه من قبل البرنامج السعودي لإعداد الأعمار، فنهنئ الشعب اليمني لأن هذا الصرح سيكون خدمة ليس لأبناء المهرة ولكن لكل أبناء المحافظات، فالشكر والتقدير للأخوة في قيادة المملكة العربية السعودية لأخي خادم الحرمين الشريفين والملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشكر أيضا موصول للأخوة في قيادة البرنامج السعودي لإعادة الأعمار ولكل العاملين في هذا الصرح العلمي والطبي الكبير الذي سيخدم مئات الآلاف وربما الملايين.